بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف التاسع الثانوي علمي رياضيات لغة، أهلا بكم النهاردة مع سيشن جديد في الكالكولاس، واللي هنتكلم فيه على الآتي. إحنا كنا اتكلمنا على الانكريزنج والديكريزنج البيهيفير أوف فانكشن، فاتكلمنا على الانكريز والديكريز، وبعد كده اتكلمنا على لوكال ماكسيمم ولوكال مينيمم، وبعد كده اتكلمنا على الابسولوت ماكسيمم والابسولوت مينيمم. النهارده بنتكلم على موضوع جديد اللي هو الكونفكستي اوف ذا كيرف. هنشوف يعني ايه كونفكستي اوف ذا كيرف. بدايه هنشوف الاند بتاع الليسون. اول حاجه determining the convex interval of the curve of the function upwards and downwards، يعني نشوف الانترفال اللي فيها الكيرف كونفكس اب او كونفكس داون. يبقى بنتكلم على الايمز اوف ذا فانكشن، وقلنا ديتيرمن ذا كونفكس اوف ذا انترفال اوف ذا كيرف اوف ذا فانكشن اب ووردز اند داون. تاني حاجه بنتكلم عنها فايند ذا انفليكشن بوينت اوف ذا كيرف اوف ذا فانكشن. هنشوف الكلام ده معناه ايه. اول حاجه في بعض الكي ووردز اللي هنستخدمها convexity، هنعرف معنى convexity، convex upwards، convex downwards، والانفليكشن بوينت. بداية عندنا حاجة اسمها الكورد اوف ذا كيرف. طبعا ده شكل كيرف، واحنا قلنا الكيرف واخد في الانترفال دي convex up، بنسمي الحتة دي convex up. الجزء الثاني اللي فيه local minimum ده بنسميه convex down. الكورد اوف ذا كيرف هو لاين سيجمنت جوينينج بتوين تو بوينت اون ذا كيرف، زي اي بي ده كورد، زي دي سي ده كورد، يبقى دي بنسميها كوردس اوف ذا كيرف. طيب الكونفكستي معناها ايه؟ معناها انها كونتينوس بارت اوف ذا كيرف، ماشي كده؟ والكونتينوس بارت اوف ذا كيرف ده بنسميه كونفكس ابوردس، زي المنظر ده كده. If the curve lies below all of its tangent، زي الفيجر اللي قدامي ده، يعني اي tangent عند اي نقطة هلاقي كيرف ايه واقع below the tangent، يبقى بقول هنا ان الكيرف ده convex up. طبعا العكس convex down لو كان الكيرف lies above all of its tangent، يعني اي tangent عند اي point بقول ايه ان الكيرف lie above this tangent، يبقى بقول لكم الكيرف ده كونفكس ايه؟ كونفكس داون. يبقى ان ديفينيشن بنقول if the function f is differentiable function on the interval a و b then the curve of the function is، اول حاجه كونفكس داونوردز لو f داش increasing on the interval a و b and then f double dash bigger than zero. ده معناه ان الكيرف هيبقى كونفكس داون لما يكون الساين في الانترفال بتاع الاف دبل داش اكبر من الزيرو. طب يعني ايه الاف داش انكريز؟ يعني الاف داش انكريز يعني ايه؟ ما هي الساين بتاع اف دبل داش هي اللي بتوضح البيهيفير بتاع اف داش. يعني لو الاف داش الاف دبل داش بوزيتيف يبقى الاف داش كانت انكريزنج. وبالتالي بنقول لما تبقى الساين بتاع الاف دبل داش في انترفال بوزيتيف يبقى الكيرف ده كونفكس داون. وهيبقى كونفكس ابوردز لو اف داش از ديكريزنج اون ذا انترفال اور اف دبل داش ليس ذان زيرو. يبقى خلاص اتفقنا ان اف دبل داش بيجر ذان زيرو، يبقى في الانترفال دي الكيرف كونفكس داونوردز، ولازم يكون الفانكشن كونتينوس في الانترفال دي. الاف دبل داش ليس ذان زيرو يعني شرطه نيجاتيف، يبقى الكيرف هتبقى ايه؟ الكيرف هيبقى كونفكس ابوردز في الانترفال دي. فور اكزامبل لما يجي يقول لي determine the interval of convexity upwards and downwards of the function f x equal 15x plus 6x square minus x cube. دلوقتي انا عاوز اشوف الكونفكستي، وده موضوعنا قلنا النهارده ان انا بتكلم على الكونفكستي upwards and downwards. طيب احنا التست اللي بنشتغل بيه ايه؟ يعني انا بعمل ايه؟ انا اول حاجه بجيب الاف دبل الاف داش اكس ثم الاف دبل داش اكس، عشان انا ببحث الساين بتاع الاف دبل داش. يبقى انا عندي الاف اكس 15x بلس 6x سكوير ماينس x كيوب، بعمل فيرست ديريفتيف اف داش اكس 15 بلس 12x ماينس x سكوير.
في الحاله دي يا سنه ثالثه، في حاله الكونفكستي اب داون، انا ما بشتغلش على الاف داش في حاجه. طيب بروح اشوف ايه الاف دبل داش، يبقى اعمل سكند ديريفيتيف على طول. ال 15 بزيرو يبقى 12 اكس، هتبقى 12 ماينس 6 اكس. على طول احط اف دبل داش اكس بزيرو عشان اشوف الساين بيفور وايه وافتر. يبقى اف دبل داش بزيرو لما الاكس ب 2. نبتدي نرسم النمبر لاين. ادي الساين بتاع الاف دبل داش، قبل ال 2 بوزيتيف وبعد ال 2 نيجاتيف. احنا قلنا لما يكون الساين بتاع اف دبل داش بوزيتيف يبقى الكونفكس ايه داون زي الوضع ده كده، ولما تبقى الساين بتاع الاف دبل داش نيجاتيف يبقى الكونفكس اب بالوضع ده كده. يبقى نقدر نقول فروم ذا فيجر اف دبل داش اكس بيجر ذان زيرو ان ذا انترفال من نيجاتيف انفينيتي ل 2، ولازم تبقى اوبن انترفال، يبقى ذا كيرف اوف ذا فانكشن اف از كونفكس داون ووردز ان ذيس انترفال. ايضا اف دبل داش اكس ليس ذان زيرو يعني نيجاتيف ان ذا انترفال من 2 لانفينيتي، يبقى الكيرف اوف ذا فانكشن اف is convex downwards upwards in this interval. يبقى اذا اتفقنا كده ان الكيرف بيبقى convex up لما يكون ال f double dash اشارتها نيجاتيف، وبيكون convex down لما يكون ال f double dash اشارتها بوزيتيف. بنشوف بعد كده ان اشوف theorem بيقول لي the second derivative test of convexity of the curve let f be differentiable function twice in the interval from a to b. f double dash x bigger than zero for all values x belong to the open interval a b, then the curve of the function is convex down over this interval. وده اللي احنا قلناه في الاكزامبل. يبقى لو ال f double dash less than zero for all values of x belong to the open interval a b, then the curve of f is convex upwards over this interval. يبقى احنا عملنا تعميم للكلام اللي احنا قلناه في الاكزامبل، امتى بيبقى كونفكس اب وامتى بيبقى كونفكس داون. انذر اكزامبل بيقول لي اف واي ايكوال اي اكس بلس بي از اتانجنت تو ذا كيرف. احنا اتكلمنا دلوقتي عن التانجنت تو ذا كيرف من شويه، هفكرك تاني. يبقى اذا هنا بيقول لي ذا تانجنت تو ذا كيرف هو ذا فانكشن اف ات اني بوينت اون ات اند اف اكس ليس ذان اي اكس بلس بي. ده معناه ايه؟ ان الفانكشن بلو ذا تانجنت، الفانكشن بلو ذا تانجنت، لان الفانكشن ليس ذان اور ايكوال التانجنت. طب ما التانجنت ده خلي بالك الواي اي اكس بلس بي ده تانجنت، وده طبعا ده ايكويشن اوف ستريت لاين يعني من فيرست ديجري. يبقى زين اف اكس مالها فور اول فاليوز اوف اكس، هل انكريزز ولا هذا كيرف كونفكس داون ووردز ولا ديكريزز ولا هذا كيرف كونفكس ابوردز؟ اللي انا قلته من شويه يدل عليها سنه ثالثه، لما يكون الكيرف بلو ذا تانجنت يعني الكيرف كله واقع تحت التانجنت، يبقى نقول ايه الكيرف طبعا هيبقى بالمنظر ده اهو، ادي التانجنت وادي الكيرف، يبقى الكونفكس ايه ابوردز. يبقى اذا ذا اوبس فيجر الستريت ذا كيرف اوف ذا فانكشن اف اكس اللي بيكلمني عنه، ان بيقول لي ايه ان الفانكشن بلو ذا كيرف. ما ينفعش يبقى الفانكشن تحت التانجنت تحت التانجنت الا اذا كان الكيرف ايه كونفكس ابورد زي ما احنا شايفين كده، زي ما احنا قلنا في حته التانجنت اوف ذا كيرف. لو كان الكيرف بلو ذا تانجنت يبقى كونفكس اب، ولو كان الكيرف اوفر ذا تانجنت او اباف ذا تانجنت يبقى كونفكس ايه كونفكس داون. طيب بنعرف بقى حاجه ثانيه اسمها الانفليكشن بوينت. احنا قلنا احنا بنتكلم النهارده على بعض الكي ووردز في الدرس على الكونفكستي، واتكلمنا عن الكونفكستي اب والكونفكستي داون، واتكلمنا هنتكلم على الانفليكشن بوينت. بيقول لي اذا كانت الاف از ا كونتينوس فانكشن اون ذا اوبن انترفال اي وبي اند سي بيلونج للاي وبي، يعني سي دي بوينت في الانترفال بتاعت الفانكشن، اند ذا كيرف اوف هاز تانجنت ات ذا بوينت اي سي واف سي. يعني عندي البوينت سي اللي واقع على الكيرف اللي بتوين اي وبي وفي هنا تانجنت، زين ذيس بوينت بنسميها كولد انفليكشن بوينت تو ذا كيرف اوف ذا فانكشن. كلمه انفليكشن بوينت يعني نقطه انقلاب، يعني الكيرف بينقلب عندها منين لفين زي ما هنشوف. اف ذا كونفكسيتي اوف ذا كيرف اتشنجت، اهو حصل ايه؟ حصل هنا انقلب الكونفكسيتي
grow at this point from being a convex downwards to convex upwards او vice versa. يعني لو الكيرف اتغير من convexity up لconvexity down او العكس يبقى البوينت دي بنسميها ايه؟ inflection point. واللي احنا قلنا معناها نقطة انقلاب، الكيرف بينقلب عندها من up لداون او العكس. طيب يبقى دي لازم تبقى بوينت على الكيرف. يعني مثلا بيقول لي فور اكزامبل اف اكس ايكوال 13 ماينس 6 اكس سكوير ماينس اكس كيوب. Determine the interval over which the function f is convex upwards and convex downwards and find the point of inflection if exists. هنشوف حتة if exists دي بيقولها لي ليه. خلاص احنا قلنا طبعا الفانكشن لو اتحولت الكونفكستي بتاعتها من up لداون او من داون لاب يبقى اذا البوينت دي بنسميها inflection point. طب لو ما تحولش يعني كان قبل البوينت دي كونفكس اب وبعديها كونفكس اب برضو يبقى دي مش انفليكشن بوينت، او كان قبلها كونفكس داون وبعديها برضو كونفكس داون يبقى دي مش انفليكشن بوينت. يبقى شرط اساسي انها تبقى انفليكشن بوينت، يبقى الكيرف لازم يعمل ايه؟ يتشينج من اب لداون او العكس. فهنشوف الاكزامبل. ادي اف اكس ايكوال 13 ماينس 6 اكس سكوير ماينس اكس كيوب، يبقى اف داش اكس ايكوال نيجاتيف 12 اكس ماينس 3 اكس سكوير. قلنا احنا ما بنعملش حاجه بالاف داش هنا، بنجيب اف دبل داش على طول. يبقى نيجاتيف 12 ماينس 6 اكس، بعمل فاكتورايزيشن اخد نيجاتيف 6 يتفضل اكس بلس 2. يبقى اف دبل داش ايكوال 0 لما الاكس بنيجاتيف 2. طب يبقى اذا اف دبل داش عند النيجاتيف 2 ب 0. نبتدي نبحث الساين بتاع اف دبل داش بيفور وافتر النيجاتيف، ادي النيجاتيف 2. اشوف اشاره الاف دبل داش قبل النيجاتيف 2 لما اعوض بنيجاتيف 3 في الاف دبل داش هتبقى هنا نيجاتيف 3 بلس 2 نيجاتيف 1 باي نيجاتيف 6 يبقى بوزيتيف. اما بعد نيجاتيف 2 وليكن 0، 0 بلس 2 في نيجاتيف 6 بنيجاتيف. طب ما احنا قلنا هنا لما يبقى عندي الكيرف الساين بتاع الاف دبل داش بوزيتيف يبقى الكيرف كونفكس داون زي ما احنا شايفين كده، وهنا الاف دبل داش نيجاتيف يبقى الكونفكس اب زي ما احنا شايفين كده. طب هل عند نيجاتيف 2 في انفليكشن بوينت؟ طبعا طبعا. ليه؟ ان الكيرف اتحول من ايه؟ من داون لاب. طب نيجي نحسب البوينت، قال لي ايه؟ فروم ذا اوبوزيت فيجر اف دبل داش ليس ذان زيرو، ماشي كده؟ لما يكون الاكس بيجر ذان نيجاتيف 2، واف دبل داش اكبر من زيرو لما الاكس اصغر من نيجاتيف 2. يبقى ذا كيرف از كونفكس اب اون ذا انترفال من نيجاتيف 2 لانفينيتي وداون ووردز من نيجاتيف انفينيتي ل 2. اف دبل داش ايكوال 0 لما اكس ايكوال نيجاتيف 2 واف نيجاتيف 2 بكام؟ بنيجاتيف 3. يبقى البوينت نيجاتيف 2 ونيجاتيف 3 دي انفليكشن بوينت. يبقى نيجاتيف 2 نيجاتيف 3 از ان انفليكشن بوينت. برضه بيوضح لي عشان احنا في اول اكزامبل يا سنه ثالثه في الجزئيه دي for the convexity of the curve changed before and after this point. وانا قلت changed مش لازم منين لفين، من اي حاجه، من 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 up لداون او من داون لاب. انا بنوضح ده بس في اول example. From the previous theorem we deduce that the point اللي هي a c والf c is an inflection point of the curve of the function f. لازم في شروط ساتسفايد عشان البوينت دي تبقى انفليكشن بوينت. اول حاجه ذا كيرف اوف ذا فانكشن از كونتينوس ات ذيس بوينت، يعني ما ينفعش البوينت دي يبقى الكيرف عندها نوت كونتينوس. تاني حاجه وي كان درو وان تانجنت ات ذا كيرف ات ذيس بوينت وير اف داش سي بيلونج تو ار ذات مينز ذا تانجنت از انكلايند اور هوريزونتال، يعني في تانجنت سواء هوريزونتال او انكلايند. تاني حاجة ان اف دبل داش زيرو ايكوال بوزيتيف ونيجاتيف انفينيت، يعني ايه؟ يعني الدينومينيتور اوف ذا فانكشن از اندفايند، يعني ايكوال زيرو، يبقى اف داش اندفايند اور ذا تانجنت از فيرتيكال. طب معناها ان انا عندي اي شكل من اشكال التانجنت عند البوينت دي. لو كان فيرتيكال تانجنت، واحنا عارفين فيرتيكال تانجنت يعني الاف داش اندفايند، او هوريزونتال تانجنت يعني الاف داش بزيرو، او حتى انكلايند تانجنت. طيب ذا ساين اوف اف دبل داش لازم ده اساسي تشينج ات بيفور اند افتر ذا بوينت ايه وير اف دبل داش طبعا لازم زيرو اور نوت اكزيست، ما
ما هو برضو انفليكشن بوينت معناها انها تكون ايه؟ الاف دبل داش زيرو او نوت اكزيست برضو. The inflection point at x equal a must be belong to the domain of the function. يبقى بداية رغم ان اف دبل داش ممكن تكون undefined. ايوه بس الفانكشن البوينت نفسها موجوده في الدومين. لو مش موجوده في الدومين ما احنا قلنا لازم الفانكشن تبقى continuous عند البوينت دي. لو مش موجوده في الدومين هتبقى ايه الفانكشن عندها discontinuous يبقى ما ينفعش. وبالتالي بنقول ان البوينت ديت لازم اف ايه از ديفايند اند يو كان الستريت ذيس كيسز باي شكل يعني. فور اكزامبل لما اقول اف اكس ايكوال 1 اوفر 4 اكس باور 4 ماينس اكس كيوب بلس 4 اكس بلس 1 ديترمن ذا انترفال اوفر ويتش ذا كيرف اوف ذا فانكشن كونفكس ابوردس اند كونفكس داون ووردس اند فايند ذا انفليكشن بوينت. برضه بيقول لي اف اكزيست وعرفنا ليه. اللي عندي الاف اكس يبقى سينس اف اكس كوارتر اكس باور 4 ماينس اكس كيوب بلس 4 اكس بلس 1 زين اف داش اكس ايكوال اكس باور 3 ماينس 3 اكس سكوير بلس 4 ما بنعملش بيها حاجه طالما انا بتكلم عن الكونفكستي اب وداون. يبقى اف دبل داش اكس 3 اكس سكوير ماينس 6 اكس هعمل فاكتورايزيشن 3 اكس كومن يتفضل اكس ماينس 2 يبقى عندي الاكس ب 0 والاكس ب 2 يبقى في هنا احتمال يبقى في تو انفليكشن بوينت. خلي بالك لو عندي هنا الفيرست فانكشن من الفورس ديجري يبقى احتمال يبقى فيه 3 كريتيكال بوينت لان الفيرست ديريفيتيف هيبقى من الثيرد ديجري يبقى احتمال الماكسيمم نمبر اوف كريتيكال بوينت هيبقى 3 وبالتالي الماكسيمم نمبر اوف انفليكشن بوينت ممكن يبقى 2. وما اقول ماكسيمم نمبر ان ممكن يكون فيه 2 بوينت وممكن ما يكونش فيه وممكن يكون فيه بوينت واحد. فلما بقول ماكسيمم يبقى ده اخر حاجه. يبقى تاني بقى حسب الديجري بتاع الفانكشن الاصليه دي من الفورس ديجري يبقى الاف داش من الثيرد ديجري المفروض انها لها ثلاثه روتس خلاص. يبقى الماكسيمم نمبر اوف كريتيكال بوينت ثلاثه ممكن يبقوا اثنين وممكن يبقوا واحده وممكن يبقى ما فيش. طب الاف دبل داش من السكند ديجري يبقى في اثنين انفليكشن بوينت وممكن يبقى واحده وممكن ما فيش. بنقول الماكسيمم يبقى 2. وبالتالي هنيجي ندرس الساين هنا. ادي الزيرو وادي التو وقبل الزيرو هنشوف اشاره الاف دبل داش. اعوض في الاف دبل داش بنيجتيف 1 فين الاف دبل داش اهيت نيجتيف 3 وجوه نيجتيف يبقى نيجتيف باي نيجتيف بوزيتيف. طب بين 0 و 2 اخد 1 فين ال 1 3 في 1 1 ماينس 2 بنيجتيف يبقى نيجتيف. وبعد ال 2 اخد 3 يبقى 3 باي 3 في نيجتيف بوزيتيف 1 يبقى بوزيتيف. الجزء البوزيتيف الكونفكس ايه داون والجزء النيجاتيف كونفكس اب وبعدين كونفكس داون. يبقى انا عندي فعلا اثنين انفليكشن بوينت. يبقى الكونفكسي زي ما احنا شايفين كده من نيجاتيف انفينيتي لزيرو ومن تو لانفينيتي كونفكس داون ومن زيرو لتو اوبن انترفال كونفكس ايه كونفكس اب. ده الكلام اللي احنا بنقوله هنا اكس اصغر من زيرو او اكس اكبر من تو اف دبل داش اكس اكبر من 0 يبقى الكيرف كونفكس داونوردز ان ذا تو انترفال نيجاتيف انفينيتي ل 0 يونيون من 2 لانفينيتي. وفور ان الكيرف من اكس بيلونج ل 0 ل 2 الاف دبل داش نيجاتيف يبقى الكونفكستي ابوردز اون ذا انترفال 0 2 وعندي 2 انفليكشن بوينت 2 والاف 2 ليها 5 و 0 ونيجاتيف 1 يبقى في 2 انفليكشن بوينت. اكزامبل بيقول لي برضو the inflection point of the function f x equal to x plus sin x where x belong negative pi over 2 to pi over 2. انا عاوز هنا ال inflection point. قال لي هنا اول حاجة انت عندك f dash 2x plus sin x f dash x the f x sorry 2x plus sin x derivative يبقى 2 plus sin x. ما بنعملش حاجة ب f داش بنجيب f دبل داش is 2 ب 0 يبقى نيجاتيف ساين اكس. هنقول f دبل داش ايكوال 0 لما الاكس ب 0. طب ليه ما خدناش 180؟ لان 180 مش انترفال معايا. طب f دبل داش احنا عندنا من نيجاتيف باي على طول باي على طول. هنا عند الزيرو دي انفليكشن بوينت ولا لا؟ نشوف الساين من 0 نيجاتيف باي على طول الفانكشن هتبقى الاف دبل داش اشارتها بوزيتيف يبقى الكونفكستي داون ومن 0 لباي على 2 الفانكشن اف دبل داش هتبقى نيجاتيف يبقى الكونفكستي اب.
يبقى الكيرف كونفكس داون من نيجاتيف باي على 2 0 اند كونفكس اب من 0 لباي على 2. اذا 0 0 هي انفليكشن بوينت. طبعا 0 0 انا بعوض فين؟ بعوض في الاف اكس الاصليه. طب بيقول لي if the function fx equal cube root x minus 2 and the function has an inflection point at 2, 0. يبقى if double dash 2 بكام؟ if double dash 2 ب 0 ولا undefined ولا 1 ولا negative 2 على 9. أنا عندي fx cube root x minus 2 يعني fx x minus 2 باور 2 على 6. أجيب f dash x third x minus 2 باور negative 2 على 6. واجيب اف دبل داش اكس هنزل باور تاني يبقى نيجاتيف 2 اوفر 9 اكس ماينس 2 باور نيجاتيف 5 على 6. يعني الاف داش عامله ازاي؟ نيجاتيف 2 اوفر 9 اكس ماينس 2 باور بوزيتيف 5 على 6. يعني الكيوب روت لاكس ماينس 2. عندي اكس ايكوال 2 الاف دبل داش اند 5 يبقى الاف دبل داش مش ايكوال 0 يبقى مش اي انفليكشن بوينت بيبقى الاف دبل داش ب 0 لان احنا قلنا في السيرم كده اف دبل داش 0 اف دبل داش عند البوينت لو ايكوال 0 او اندفاين يبقى ممكن تبقى انفليكشن بوينت. هو بيقول لي انفليكشن بوينت اتفقنا هنا ايه؟ ان اف دبل داش هنا مش ايكوال 0 ده اندفاين يبقى الاجابه هتبقى اندفاين. اف ذا فانكشن اف از ديفرنشيبل توايس فانكشن ان ذا انترفال من نيجاتيف 1 ل 1 وير اف داش اكس از انكريزنج ات ذا انترفال من نيجاتيف 1 ل 1 اف دبل دا اف داش اكس ديكريزنج من 0 ل 1. احنا قلنا خلي بالك لما تبقى اف داش انكريزنج يبقى في ايه؟ يبقى في كونفكس ايه؟ داون. واف داش ديكريزنج يبقى في اب. بيقول لي ويتش ستيتمنت از ترو؟ ذا بوينت 0 اف 0 از ان انفليكشن بوينت ولا اف 0 از لوكال ماكسيمم فاليو ولا ذا فانكشن انكريز من 0 ل 1 ولا فانكشن انكريز من 0 ل 1؟ طيب بنقول هنا ادي الشكل بتاع الفانكشن اف داش انكريز من 0 من نيجاتيف 1 ل 0 وبعدين ديكريز من 0 ل 1. طب اشاره الاف دبل داش لما تبقى الاف داش انكريز يبقى معنى ذلك الاف دبل داش بوزيتيف يبقى ده كونفكس ايه؟ داون. ولما تبقى الاف داش ديكريز ده معناه الاف دبل داش نيجاتيف يبقى ايه؟ الكونفكس هنا اب. يبقى الكيرف هنا بقول لي هنا اف داش لما تبقى انكريز يبقى اف دبل داش اكبر يبقى من نيجاتيف 1 ل 0 الكيرف داونوردز واف داش لما تبقى ديكريز في الانترفال من 0 ل 1 يعني الاف دبل داش نيجاتيف يعني الكيرف ايه؟ ابوردز. يبقى الاجابه هتبقى الصحيحه مين؟ ان البوينت 0 0 دي هي حصل عندها ايه؟ 0 اف 0 حصل عندها تغيير من انفليكشن ايه؟ فليكشن داون للانفليكشن ايه اب يبقى دي انفليكشن بوينت. الاجابه هتبقى لتر اي. بكده سنه ثالثه احنا وصلنا لنهايه السيشن بتاعنا النهارده اللي اتكلمنا فيه على الكونفكستي اب وداون. طبعا في نهايه السيشن انا بشكر باسمكم فريق العمل في الاداره العامه للمحتوى التعليمي، بشكركم كمان على حسن استماعكم والى ان التقي بكم في المرات القادمه. تحياتي لكم جميعا.